كان طب بيقول لي جميلة اسمها لارين. جميلة اسمها لارين، ودي مشكلة جامدة جدا معانا. بجد بجد اسمها الحقيقي لارين؟ اسمها الحقيقي في شهادة الميلاد لارين. طب ليه ما تقولهاش لارين؟ ده الاسم جميل لارين. هي تقول لك انا ما اسميش لارين. ليه؟ ليه ماله الاسم؟ هي متضايقة من الاسم اصلا، تقول لك انا اسمي جميلة. ما حدش على فكرة لما تكبر هتحبه جدا. ده لارين ده شيك قوي. لارين ده انا عايز اقول لك على حاجة بقى، المفاجأة ان انا قعدت قبل المدرسة ما تبدأ هي مش عارفة لارين ده خالص، واي حد بيقول لها لارين بتتخانق معاه. فقلت لها بص يا جوجو حبيبتي انا ومامتها، انت اسمك لارين عشان في المدرسه المس هتقف لاقينك قدام باب مدرسه. يا حبيبي شوف الطريقه. لا 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 قال لها بص يا جوجو حبيبتي لما يقول لك يا لارين يعني اصلا بيفهمها غلط. بس يعني هو اصلا بيقول لها اسم تاني وعاوزها تقتنع بالاسم. والله العظيم يا بسيم، والله العظيم يا بسيم قعدنا اكتر. بيقول لك والله العظيم يا لارين. لا يا بسيم اسبوع كامل احمد لارين. اسبوع كامل بنقول لها انت اسمك لارين عشان لما تروح هناك المس تقف في معاك عندك الفصل فصل تقول لارين سيد رياض، فانت ما ترديش. ليه؟ انا مستنيها جميله لما ترد. بعد اسبوع من المدرسه لقينا جروب كده المدام مشتركه فيه بتاع المدرسات واللي بيدرسوا لها في معهد ازهري، اللي بيدرسوا لها كاتبين جميله سيد رياض. فمامتها بتقول لها ايه جميله سيد رياض، انت قلت لهم ايه يا حبيبتي؟ قالت لهم انا وقفت يا ماما قلت لهم ما حدش يقول لي يا لارين، انا اسمي جميله. المس اللي بتاعتها في الفصل او كل المدرسات في المدرسه بيقولوا لها جميله، حاجه بيقولها خلاص ما فرضت سيطرتها. وهي اسمها، هي فرضت سيطرتها. ليه؟ طب مش احنا اتفاجئنا والله العظيم ان هي قالت لهم انا اسمي جميله. لان المشكله مش في لارين او في جميله، المشكله في الاسم اللي بعده على طول سيد رياض. ازاي يعني لارين سيد؟ يعني ايه لارين سيد؟ طب انت بتقول لارين كويس، انا كنت رايح اغيره لها الاسبوع الجاي والله. بتسميه ايه؟ هو جميله. طب سؤال يا سيد، يعني كنت رايح اشيل لا لارين جميله دي جت منين اصلا؟ والدتي ومامتي. انا مامتي اسمها جميله. طب ليه ما سمتهاش بنقول جميله؟ ده اسم جميله جميل. ما بص بقى الفكره جت في ايه، انا والدتي عشان هي من اصول ليبيه وهي ليبيه اصلا فاسمها جميله. لما جينا بقى خلفنا جميله طبعا ملك وحنين عدوا، فمامتي انت يا ابني مش عايزين تسموا، تعرف بس الامهات بتوعنا انت مش عايز تسمي على اسمي، انا اسمي صعب، اسمي وحش، هو انتم مكسوفين تسموا اسمي؟ فقلنا لها طب بص احنا نحل المشكله، نقول ان دي اسمها جميله. انا مش عايز اسميها جميله عشان حسيت الاسم كبير على البنت وهي لسه طفله صغيره. جميله اسم حلو. عايز اقول لك انا اكتشفت انه حلو امتى، بعد من حوالي 3 سنين كنت شغال في برنامج حالات انسانيه وكنا بنصور حاله انسانيه في منطقه اسمها كرداسه في الجيزه. فالست اللي كنا بنصور عندها الحاله الانسانيه دي كان في بنوته صغننه كده عندها اسمها جميله. فانا بقول لها الله ايه القمر ده، تعالي وبشيلها. اسمك ايه يا حبيبتي؟ قالت لي اسمي جميله. الله. كنت انا اصلا مسمي جميله بس جميله كانت لسه بقى. قالت لي اسمي جميل، انا عجبني الاسم جدا. قلت للمدام عندي في البيت لا في بنات اسمها جميله، في بنات صغيره اسمهم جميله. أيوة فلا فخليها جميله. فانا فعلا عايز اروح اغير لها الاسم. في اسامي ما بتقدمش. طب وايه اصلا معنى اسمها الاولاني ده؟ لارين. لارينا في حلواني في مصر عندنا اسمه لارين. انا قلت ان ممكن في يوم من الايام يقول لي اسمه لارين يجي ياخد تورتايه، فسميت البنت لارين عشان لا نظريه كده ينزل رجله. انا سبته كان بيتكلم كلام متزن وقاعد عامل كده، ده كده ينزل رجله عشان انا معلش يا عم احمد انا في بيتك البيت الجديد مش عاوزين نكسر فيه حاجه. لا عشان كده قلت كده وزع تورته بقى. لا انت تمام. لا سيد كده لارين سيد. سيد يعني الاسم فاهم. لا القصه جت ملك حنين لارين، انا كنت عايز انقل اسماء ملك حنين ملك حنين ملك وحنين ولارين. ايوه ملك وحنين ولارين الاسم ركبه بس.